الله يعطيكم العافية طلاب الأعزاء. هاي المحاضرة نحكي فيها عن أنتي دايبيتيك دراجز. أول إشي نحكي عن الجلوكوز. الجلوكوز اللي هو السكر يعتبر أز أو نوع من الكربوهيدرات، يعتبر أز أن إنرجي سورس، مصدر للطاقة. It is stored in the body for rapid release in times of stress. يعني هو يتخزن بالجسم عشان ينفرز بحالة الجسم ما كان فيه جلوكوز. يتخزن الجلوكوز على شكل جلايكوجين بالكبد، وممكن يتحول لشكل ترايجليسرايد ويتخزن بالأديبوز تيشيو. دائما لما نحكي عن الجلوكوز بيخطر في بالنا العضو بجسمي اللي هو البنكرياس. البنكرياس بيحتوي على غدد اكسوكراين واندوكراين. الجزء اللي رح نحكي عنه اليوم اللي هو الاندوكراين. الجزء الاكسوكريني جلاند هو اللي بيشتغل بعملية الهضم في الجهاز الهضمي. الاندوكراين جلاند اوف بنكرياس بيفرز عندي هرمونين اللي هم الانسولين والجلوكاجون. الانسولين بينفرز وتاثيره على الجسم انه بقلل من تركيز الجلوكوز بالدم، بالمقابل الجلوكاجون لما بينفرز بيزيد من تركيز الجلوكوز بالدم. هذول الهرمونين بيشتغلين بطريقه حتى احافظ على تركيز الجلوكوز بالدم ان ذا نورمال رينج اللي هو بين 70 ل 100 ملي جرام بير ديل. فاحنا النورمال جلوكوز اللي في جسمنا لازم يكون بين 70 وال 100 ملي جرام بير ديل. طبعا احنا بنعرف ان الجلوكاجون بينفرز من الالفا سيلز اللي بتشكل 20% من البنكرياس، بالمقابل الانسولين بينفرز من البيتا سيلز اللي بتشكل 75% من خلايا البنكرياس. او اسف مش من خلايا البنكرياس، من ايش بنسميه الايلت اوف لينجرهانز. يعني البنكرياس فيه جزء اسمه ايلت اوف لينجرهانز، 20% هن الفا سيلز بيفرزن الجلوكاجون و75% هم بيتا سيلز بيفرزن الانسولين. طيب شو المرض له علاقه بالجلوكوز؟ اللي هو دايبيتس ميليتس اللي هو مرض السكري. Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by hyperglycemia. يعني شخص بيكون عنده هذا المرض بيكون عنده hyperglycemia، زيادة تركيز السكر بالدم. هذا بينتج لأن الشخص عنده relative or absolute deficiency of insulin، يا إما بيكون عنده نقص كامل أو جزئي بالأنسولين، أو الشخص بيكون عنده insulin insensitivity، أو بيكون بالإضافة للديفيشنسي اوف انسولين بيكون عنده انسولين انسنسيتيفيتي او ريزيستنس. يعني الجسم بيفرز انسولين لكن الشخص الخلايا عنده ما بتستجيب لهذا الانسولين، بيكون عنده مقاومة للانسولين. طب ليش احنا بنهتم بمرض السكري وليش بدنا نحاول نحافظ على تركيز السكر بالنورمال ليميت؟ لأنه مرض السكري إذا ما صار له كنترول وزاد تركيز السكري كثير بالدم ممكن يصير في عندي long term complications. يعني على المدى البعيد بصير في عندي complication جوا الجسم. major complication of diabetes بتنقسم لجزئين، microvascular and macrovascular. المايكروفاسكولار كومبليكيشن هي الكومبليكيشن اللي بتصيب السمول كابيلاريز اوف اور بوديز. يعني ممكن يصير في عندي كومبليكيشن بالاي بالعين والشخص يصير في عنده شيء بنسميه الريتينو باثي، لانه الهاي بلد جلوكوز والهاي بلد بريشر بتعمل دامج اوف اي بلد فيزلز فبتسبب الريتينو باثي. كمان ممكن يصير عندي كومبليكيشن بالكلى لانه الهاي بلد بريشر دامج سمول بلد فيزلز اند اكسس بلد جلوكوز اوفر وركس ذا كيدني ريزلتنج ان نيفروباثي. فإذا من الكومبليكيشن مايكروفاسكولار انه الشخص بصير عنده نيفروباثي، بصير في عندي خلل او دامج بالكابيلاريز الموجودات بالكليه نتيجه انه التركيز السكر العالي بالجسم بيعمل جهد اكثر على الكلى. ثالث كومبليكيشن من المايكروفاسكولار كومبليكيشن هو النيوروباثي. النيوروباثي بيحكي ان الهايبرجلايسيميا دامج نيرفز ان ذا بريفرال نيرفس سيستم. يعني تركيز السكر العالي بالدم بيحطم او بيعمل دامج للنيرفز الموجوده بالبريفرال سيستم. هذا بينتج او بيسبب الم وممكن يسبب عندي نمنس. نمنس اللي هو الخدر. مين اللي هذا الشيء بيصيب الاقدام؟ لانه الشخص مثلا ممكن يخبط بشيء حامي، يخبط بشيء حاد وما يحس. فبصير عندي مثلا جروح بالقدم الشخص ما بحس فيه، فبصير في عندي انفكشن، ممكن يصير عندي جانجرين اللي هي انه ممكن حتى يضطروا انهم مثلا يقطعوا القدم لا سمح الله. فاذا المايكروفاسكولار كومبليكيشن هي الكومبليكيشن اللي بتصيب السمول كابيلاريز مثل العين، الشخص بصير عنده ريتينوباثي، الكلى، الكدني بصير عنده نيفروباثي، او لما بصير عندي نيرفز بالريفرال سيستم بصير عنده نيوروباثي. بالمقابل المايكروفاسكولار كومبليكيشن
بتصير عندي اللارج فيزلز ان ذا بدي. اذا صابت الدماغ ممكن الشخص يصير في عنده ريسك اوف ستروك، بصير عندي سيريبرو فاسكولار ديزيز، ممكن الشخص يصير عنده ترانزينت اسكيميك اتاك وياثر عندي على الكوجنيتيف على الادراك. فاول فيزلز ممكن تتعرض من ماكرو فاسكولار كومبليكيشن اللي هن سيريبرال ارتريز اللي هن الارتري الموجودات بالدماغ. ممكن كمان يصير في عندي كومبليكيشن اذا بمنطقه القلب الكورونري ارتري، لانه اذا صار في عندي انسولين ريزيستنس بزيد عندي الريسك اوف كورونري هارت ديزيز. وكمان ممكن يصير في عندي كومبليكيشن بالاكستريميتيز، ممكن يصير في عندي لانه طبعا بصير عندي نيروينج بالبلد فيزلز فبزيد عندي الريسك اوف ريديوس اوف بلد فلو ان ذا لينجز، ممكن يصير عندي دي في اي تي. اوكي، فالمايكروفاسكولار كومبليكيشن ممكن تصير عندي سيريبرال ارتريز فبصير في عندي دمج بالبرين، او ممكن صار عندي ترانسينك اسكيميك اتاك. ممكن تصير عندي الكورونري ارتري اللي هي الشرايين اللي بالقلب، وشخص يصير عنده كورونري هارت ديزيز. وممكن تصير عندي البريفرال ارتري مثل الاكستريميتيز اللي بالاطراف، وشخص يصير في عنده دي في تي. هاي الكومبليكيشن في شيء بنسميه الاكيوت كومبليكيشن او كرونيك كومبليكيشن. الاكيوت كومبليكيشن حكينا الاكيوت هي اللي بتصير بشكل صدم مفاجئ وبكون عندي حاد زي دايبيتيك كيتو اسيدوسيز، وهاي بتصيب المرضى مين اللي عندهم تايب 1 دي ام، ورح نحكي عنه كمان شوي. وممكن كمان من الاكيوت كومبليكيشن اللي هي الهايبوغلايسيميا، ان يعني الشخص ينخفض عنده السكر بشكل كبير بالدم. من الكرونيك كومبليكيشن اللي حكينا عنهم قبل شوي زي الريتينوباثي النيفروباثي والنيوروباثي والكارديوفاسكولار كومبليكيشن. هلا الدايبيتس من اللي تنقسم لنوعين تايب 1 اند تايب 2. طبعا في اختلافات بين هذول النوعين. تايب 1 بشكل 10% من حالات السكر الموجوده في العالم، بالمقابل تايب 2 بشكل 90%. تايب 1 نحكي عنه انسولين ديبندنت لانه بيعتمد على الانسولين، اما تايب 2 بنحكي عنه نون انسولين ديبندنت. بالنسبه للايج اللي بيبدا فيه تايب 1 وتايب 2، تايب 1 بالعاده بينقر بيكون عندي او بيبدا عن ينقر بيبول عمرهم اقل من 30 سنه، او حتى ممكن تكون يبدا عند الاطفال. تايب 2 بالعاده بيكون عند اولدر بيبول اللي عمرهم فوق ال 40 سنه. تايب اوف انسيت تايب 1 بيكون ابربت، يعني فجأة الشخص بصير عنده تايب 1، اما تايب 2 بتطور عند الشخص بشكل جراديوال بشكل تدريجي. بالنسبه لوجود الانسولين تايب 1 بتكون مشكله انه الانسولين ابسنت، يعني شخص ما عنده انسولين. فالطريقه الوحيده اللي اعالج فيها الناس اللي عندهم تايب 1 دي ام اني اعطيهم انسولين، لانه بتكون البيتا سيلز محطمه. اما تايب 2 بيكون في عندي انسولين بس ما بيكون افكتيف، ما بيكون فعال، لانه شخص بيكون عنده انسولين ريزيستنس، بيكون عنده مقاومه للانسولين، يعني جسمه فيه انسولين لكن خلايا ما بتستجيب لهذا الانسولين. عشان هيك تايب 1 لما بدي اعالجه لازم اعطي الانسولين ثيرابي عشان ابعد عن الهايبرغلايسيميا والكيتو اسيدوسيس. بالمقابل ان تايب 2 فقط بحتاج الانسولين تقريبا بين 10 ل 30% من الحالات. بالنسبه للهايبوغلايسيميك دراج اللي هي الادويه بتنعطى غير الانسولين، ما بستخدمها بتايب 1، ما لها فائده، لان هو تايب 1 بدهم انسولين لازم. اما تايب 2 بعطيهم الاورال هايبوغلايسيميك دراج، رح نشرح عنهم كمان شوي، الادويه بتخفض السكر وكمان بحتاج انهم يمشوا على دايت مناسبه. طب شو الاعراض؟ تايب 1 الشخص بيعاني من دولي بولي ديبسيا اللي هو العطش الشديد، ويكون عنده بولي يوريا تبول متكرر، بكون عندهم ويت لوس. بالمقابل تايب 2 بكون بالعاده اسيمتوماتيك ما عليه اعراض. تايب 1 بالعاده بيكون نحاف، بالمقابل تايب 2 بيكونوا اوبيس. تايب 1 بتعرضوا انهم يصير عندهم دي كي اي دايبيتيك كيتو اسيدوسيس اللي شرحنا عنها بالبيوكم. تايب 2 بالعاده ما بصير في عندهم دي كي اي. بالعاده المرضى اللي بيكون عندهم تايب 2 دي ام بيكون عندهم سيفيرال كوموربيد كونديشن، بيكون عندهم امراض ثانيه بالاضافه لتايب 2 دي ام. ممكن يكون عنده كمان بالاضافه للسكري كورونري هارت ديزيز، اوبيسيتي، ديسليبيديميا، هايبرتنشن، مايكرو البومينيميا. مايكرو البومينيميا يعني بيخرج عندي كميه بروتين باليورين لكن بكميه قليله لانها مايكرو. في بعض الناس ممكن يصير عندهم ماكرو البومينيميا انه يطلع بروتين بكميه كبيره باليورين. هلا احنا الوضع الطبيعي انه اليورين ما يطلع فيه بروتين ابدا، لانه البروتين حجمه كبير وما بصير له تصفاي وما بيطلع باليورين.
لكن لانه مرض الدي ام بيصير في عند ممكن يصير في عندهم دمج بالكلى، ممكن يطلع عندي بروتين باليورين. كمان مرض الدي ام بيكونوا عندهم increased risk for thrombotic او blood clotting events. هلا في عندي حالة مسميها gestational diabetes اللي هي hyperglycemia that developed during pregnancy، يعني بتكون عندي الفيميل ما عندها سكري، لكن في بعض الفيميل لما بدخلوا بالحمل بصير عندهم حمل ممكن يصير في عندهم سكري، هاي بنسميه gestational diabetes. الحل الوحيد لهذول البريجننت وومن اني اعطيهم انسولين فقط عشان امنع بيرث ديفكت، عشان امنع مشاكل الولاده. وبالعاده البريجننت وومن مجرد ما تولد ببطل في عندها سكري، يعني هي فقط خلال الحمل. لكن شافوا انه 30% من المرضى اللي اصلا او النساء اللي صابهم سكري خلال الحمل خلال 20 او 15 سنه من الولادة 30% من هاي النساء بصير في عندهم تايب 2، يعني هي بتكون بالحمل تشخصت بسكري، مجرد ما تولد بروح السكري، لكن خلال من 10 ل 15 سنة 30% من النساء برجع بصير في عندهم تايب 2 دي ام. طيب كيف بشخص المرض انه عنده سكري؟ في عندي اكثر من تيست يستخدمون فور دايجنوستس. في عندي شيء بنسميه الفاستنج بلد جلوكوز تيست، وهي اني باخذ بعمل فحص للسكر بالدم بعد الصيام. بيجي الشخص بحكي له يكون صايم من 6 ل 8 ساعات ما ياكل ولا شيء الا ممكن الماء، وبيجي وبفحص له تركيز السكر بالدم. طبعا في رينج رح نحكي عنهم كمان شوي متى بحكي عنه نورمال ومتى عنده دي ام. كمان من الطرق هو الهيموجلوبين A1C. الهيموجلوبين A1C اللي هو بيحسبوا فيه بقيسوا فيه تركيز السكر بالدم خلال 3 أشهر الماضية، لأنه إحنا في عنا سكر بيرتبط مع كريات الدم الحمراء، فبيحسبوا هذا الـ HbA1C ومنشوفه هو عبارة عن نسبة يعني، وبناء عليها بقرروا الشخص إذا معاه سكري أو طبيعي. كمان من أحد الطرق اللي تستخدم اللي هي بنسميها بوست برانديال تيست. بوست برانديال تيست يعني إن الشخص بيأكل، بوست برانديال يعني بعد الأكل، إن الشخص بيأكل وبعد ساعتين لثلاث بسحب منه عين الدم وبقيس له قيمة السكر بالدم. وفي عندي الأت هوم بلد جلوكوز تيستينج، هاي الشخص هو بيفحص تركيز السكر عنده بالبيت. طبعا الوحدات اللي بيقيسوا فيها البلد جلوكوز في عندي الملي جرام بيردل، وكمان في عندي وحده الملي مول. انا هون حاطت لكم تبعون الملي جرام بيردل. اذا شخص عمل الفاستنج تيست يعني بيكون صايم وبيجي بفحص له وكانت القيمه بين 80 ل 100 هذا الشخص بنعتبره نورمال. اذا كانت عنده النتيجه بين 101 ل 125 هون بحكي عنه امبيرد جلوكوز او بري دايابيتيك. هذا الشخص باب بيكون مشخص سكري لكن عنده ريسك انه يصير عنده سكري. هون بحكي له انه لازم يمشي على اكسرسايز ولازم يعمل دايت ريستريكشن، يهتم باكله عشان ما يتطور ويصير عنده دي ام. اذا كان عنده الجلوكوز اكثر من 126 هون بحكي عنه دايابيتيك. اذا الشخص عمل التست افتر ايتنج يعني بعد الاكل مباشره وكان عنده بين 170 ل 200 بيكون نورمال، لانه طبيعي بعد ما اكل اكيد راح يرتفع تركيز السكر بالدم. لكن اذا كان بين 190 ل 230 ممكن احكي عنه امبيرد جلوكوز، وبين 220 ل 300 بحكي عنه دايابيتيك. اذا اخذ التست بوست برانديال بعد ساعتين لثلاث ساعات من الاكل، اذا كانت التست بين اذا كانت النتيجه اسف بين 120 ل 140 بحكي عنه نورمال، اذا كان بين 140 و 160 بحكي عنه امبيرد جلوكوز، واكثر من 200 بحكي عنه دايابيتيك. بالنسبة لـ HbA1c أنا هون بشوف إنه هون عندي الإريثرو بالرسمة اللي على اليمين، هون عندي هاي الإريثروسايت كريات الدم الحمراء، في عندي الجلوكوز بيرتبط معها، شايفين هون كيف كريات الدم الحمراء مع الجلوكوز. طبعاً الـ average life span is 3 months يعني دورة حياة أو مدة حياة الكريات الدم الحمراء هي 3 شهور. فعشان هيك بحكوا لنا إن الـ HbA1c أنا بفحصه عشان أشوف مقدار السيطرة على السكر خلال آخر 3 شهور. لأن المريض لما بيجي عند الدكتور مثلا بيكون عنده موعد، بيكون مثلا مخبص بالأكل ومش ملتزم، قبل ما يجي على الدكتور بيوم أو يومين بيعمل الصيام وبيلتزم وباكلش سكر. فلما باجي بعمل له فاستنج الصبح للصيام ممكن يطلع طبيعي، النتيجة تطلع طبيعية. فعشان كده بعمل HbA1c لأنها بتعطيني قيمة عن كيف تركيز السكر بالدم خلال 3 أشهر الماضية. إذا كان HbA1c أقل من 5.7
بحكي بالمية بحكي عنه نورمال. إذا كان خمس بين 5.7 و6.4 بحكي عنه بري ديابيتك حكينا أو إمبيرد جلوكوز. إذا كان 6.5 وأكثر نحكي عنه ديابيتك بيشنت. طب كيف بعالج الديابيتس ميليتس؟ تايب 1 حكينا بما إنه هذول بيكون عندهم أبسنت أوف أنسولين، ما عندهم أنسولين بعالجهم عن طريق الأنسولين ثيرابي، لازم أعطيهم أنسولين. التايب 2 بعملهم لايف ستايل تشينج، وكمان رح نشوف أدوية اللي هن أورال دراج ثيرابي، أدوية بتنعطى عن طريق الفم. ممكن أضطر بالنهاية إني كمان أعطيهم أنسولين إذا الأدوية إذا اللايف ستايل موديفيكيشن والأورال دراج ثيرابي ما حققوا عندي كنترول على السكر. الأنسولين هو عبارة عن سمول بروتين له تو بيبتايد تشين اللي هن A و P وبيتضبط عن طريق رابطة اسمها دايسلفايد بوند، يعني هذا الأنسولين موجود بجسمي، هاي هي الـ A chain وهاي الـ P chain وهي الدايسلفايد بوند. صنعوا هذا الموجود بجسمي، صنعوا انالوجز، يعني انالوجز يعني أدوية بتشابه شغل الأنسولين، فإذا أشابه بدي أخترع إشي يكون مناسب أو زي الستركتشرز تبعه. اخترعوا إشي بنسميه أنسولين لسيبرو، أوكي، اللي هو هذا، شايفين أخذوا هذا الجزء وهاي الأمينو أسيد وصنعوا منها الأنسولين لسيبرو. الأنسولين سبارت اللي هو من هون أخذوا هاي الأمينو أسيد اللي هن البرولين واللايسين والأسبارجين. الأنسولين جلارجين اللي هو هذا من هون ومن هون صنعوا، وآخر إشي الديتيمر أنسولين أخذوا هاي الأمينو أسيد. يعني اختاروا بعض الأمينو أسيد اللي بتكون فعال من الأنسولين وصنعوا منها أنسولين أنالوجز، أنالوجز يعني مشابه. هاي أنواع الصورة مش واضحة. هاي أنواع الأنسولين اللي موجودة بجسمي مش واضحات أول سطر شو أنواعهم، لكن رح نشرح عنهم كمان شوي. الـ duration of action لإلهم تتراوح بين 3 و5 ساعات، يعني في بعضهم بيشتغل بس لثلاث لخمس ساعات وفي منهم بيشتغل لحد 24 ساعة. الـ onset of action في بعضهم بيبدو من 15 إلى 30 دقيقة، أوكي، في منهم حتى يبدو من 4 إلى 5 ساعات. هلا رح نحكي عن أنواعهم بالتفصيل. بالسلايدات بدون التسجيل إن شاء الله بتكون واضحة شو أنواعهم، أو العمود الأول بيكون واضح. أول مجموعة اللي هي Rapid Acting Insulin، من اسمهم Rapid Acting يعني هذول بيشتغلون بسرعة. هم ثلاث: لسيبرو، أسبارت، والجلوليزين. يعتبر إن the most rapid onset of action بيشتغل خلال 15 دقيقة، وكمان shorter duration of action أكثر إشي بيشتغل لفترة قصيرة. الشورت اكتنج انسولين يعني بيشتغل لفتره قصيره لكن ليس بشكل سريع زي هذيك الادويه. مثال عليه واحد هو الريجولر انسولين. الريجولر انسولين ممكن كمان ينعطى على شكل اي في بولس او اي في انفيوجن، عشان هيك يستخدم في حالات الدي كي اي او الكوما اللي بتصير عند الناس اللي عندهم ان كنترول تايب 1 دي ام. حكينا تايب 1 دي ام من احد الكومبليكيشن ممكن تصير اللي هي الدي كي اي، او انه يصير لهم هايبوغلايسيميا يقل عندهم السكر بشكل كبير، ممكن يصير في عنده او اسف ممكن يزيد عندهم حتى السكر بشكل كبير ويصير عندهم ايش كوما غيبوبه. فبهاي الحاله انا بدي احتاج المريض بسرعه اطلعه من حاله الدي كي اي، فبدي اعطي الانسولين بشكل اي في، فبعطي الريجولر انسولين بعطيه يا اما اي في بولس او اي في انفيوجن. السبب انه الريجولر انسولين بيجي كلير، يعني تيجي العبوه السوليوشن صافي، انا ما راح اعطي شيء معكر جوا الدم، فبعطي بهاي الحاله الريجولر انسولين. طبعا هون كمان السيبرو والاسبارت والجلوزين كمان بيجي كلير، بيجي كمان السوليوشن تبهن يعني نقي ما بيجي كلاودي. ثالث نوع من الانسولين اللي هو الانترميديت اكتنج انسولين، من اسمه انترميديت يعني بيشتغل لفتره قصيره. اسمه ومثال عليه اللي هو الانسولين ايزوفين سسبنشن، نحكي عنه الان بي اتش. فالان بي اتش هو الاختصار تبعها، بيستخرج او من النيوترال بروتامين هيدرال انسولين، هيك اسمه. لازم نعرف ان الان بي اتش بيجي سسبنشن ابيرز كلاود، يعني هو بيجي زي المعلق والدواء لما تطلع عليه جوا العبوه بيكون كلاودي، بيكون معكر فيه زي البياض. ان بي اتش از اوفن كومبايند وذ ريجولر انسولين تو ريدوس ذا نمبر اوف انسولين انجكشن بير داي، يعني بالعاده الان بي اتش بيكون بعبوه واحده
خلطينه مع الريجولر انسولين عشان اقلل من عدد الابر اللي ياخذها المريض خلال اليوم. هاي ليش؟ احنا الوضع الطبيعي بجسمي انه الانسولين بيكون في عندي باسل رينج، باسل يعني اساسي، يعني احنا بين الوجبات ما عم ناكل بده يكون في تركيز للانسولين بالدم بالوضع الطبيعي له رقم معين. طب لما الواحد باكل وباخذ وجبه عاليه بالسكر هون تركيز الانسولين بده ينفرز بالجسم فراح يكون تركيز الانسولين بشكل اعلى. لما انا بعالج مرض السكري لازم احاول اوصل لهي الحاله انه الانسولين يكون في له تركيز معين بالجسم بين الوجبات ويكون تركيزه عالي بعد الوجبات. فممكن اضطر المريض اعطيه مثلا من الرابيد اكتنج دراج مثلا زي السبرو حقنه، بحكي له هاي بتاخذها قبل الاكل بربع ساعه. ليش؟ لانه حكينا انه الدواء حتى يشتغل مثلا السبرو والاسبار بدهن ربع ساعه. فبحكي له مثلا قبل الفطور خذ الدواء، اوكي، خذ مثلا جرعه معينه. طبعا الانسولين نقيسه بالوحدات، احنا مثلا نحكي له خذ 3 وحدات، 30 وحده، 50 وحده. فالمريض بياخذ جرعه السبرو وبعد ربع ساعه باكل. الهدف انه انا لما باكل راح يدخل تركيز سكر عالي على جسمي او كربوهيدرات عالي، فلازم يكون تركيز الانسولين بالدم كويس حتى يواجه هاي الكميه العاليه من السكر. كمان مثلا بعطيه زي الان بي اتش الانترميديت جرعه، بحكي له مثلا خذها الصبح عشان تحافظ على تركيز الانسولين بالدم ويحافظ على تركيز السكر بالدم بشكل كافي بين الوجبات. فانا عشان اقلل من هاي الانجكشن من هاي الابر حكوا انا ممكن اخلط الان بي اتش مع الادويه الرابيد اكتنج بنفس العبوه، وبحكي للمريض كيف ياخذه بحيث اقلل من عدد الابر اللي ياخذها خلال اليوم. رابع مجموعه انواع من الانسولين هو اللونج اكتنج انسولين، مثال على الجلارجين والديتمر. الجلارجين بيجي كلير كلر سوليوشن، بينعطى وانس اور توايس ديلي، يعني ممكن ينعطى مره واحده باليوم او مرتين. الهدف منه مش اني اواجه الوجبات بقدر اني احافظ على تركيز ثابت للسكر بالجسم خلال اليوم حتى بين الوجبات. عشان هيك زي ما حكينا عشان نقلل من عدد الابر صاروا يعملوا فيكست كومبينيشن انسولين زي ال NPH مثلا. في عندي عبوات بنلاقي تركيزها 70% والريجولر انسولين 30% من تركيز الانسولين. في عبوات بيكون ال NPH 50% من كل الانسولين والريجولر انسولين 50%. في عبوات بنلاقي فيها الانسولين اسبارت بروتامين سسبنشن 75% والانسولين اسبارت 25%. الانسولين لسبرو بروتامين 75% والانسولين لسبرو 25%. هذا يعتبر ان كلهم بري ميكس، يعني اصلا مخلوطات وجاهزات جايات من الشركات المصنعه. فمثلا اذا المريض اخذ اول نوع اللي هو الان بي اتش في 70% اللي بيشتغل انترميديت اكتنج والريجولر انسولين 30%، ممكن نحكي له خذ 30 وحده قبل وجبه الفطور بربع ساعه. الريجولر انسولين هذا بيغطي وجبه الفطور والان بي اتش بيغطي بين الفطور ممكن والغدا. على الغدا بحكي له خذ كمان عدد معين من الوحدات، او حتى ممكن هاي الان بي اتش كمان تغطي ايش الغدا. بعدين برجع بحكي له خذ كمان جرعه بتغطي بين الغدا والعشاء وبتغطي العشاء، اوكي. طبعا احنا ما في عندنا جرعات ثابته للانسولين، جرعات الانسولين از هايلي انديفيدجوالايزد، يعني هي شخصيه. بنشوف مرضى بيمشوا على نوع معين على تركيز معين بجرعات معينه، كل مريض وضعه مختلف عن الثاني، فما في شيء جرعات ثابته للانسولين. عشان هيك مرضى او دكاتره الغدد اللي بكونوا بيتابعوا مرضى السكري بعطوهم مرات زي الشارت، وخلال اسبوع مثلا بيحكوا لهم عبونا مثلا كل يوم الصبح بتعمل الجلوكو تشيك هو فحص السكر بالدم، وبتعبي النتيجة بالجدول، ومثلا بس يرجع على الدكتور المرة الجاية بصير الدكتور يشوف انه خلال الصيام كيف كانت النتيجة وبعد الأكل كيف كانت النتيجة، وبناء عليها بيعدل الجرعات. طيب هلا في معلومات مهمة نعرفها الأنسولين. أول إشي بدنا نعرف إنه الأنسولين فقط بينعطى سب كيو وبينعطى أي في بس بحالات الإمرجنسي زي الدي كي إيه. الانسولين بتخزن بالثلاجه وحتى بالباب الثلاجه، لازم بتخزن بباب الثلاجه. بما انه بيتخزن بباب الثلاجه يعني هو رح يكون بارد. طب لما المريض بده يجي ياخذه وطلع من الثلاجه الانسولين بارد وجسم المريض بده يكون درجه حرارتنا الداخليه احنا 37 تقريبا او 36.5. فعشان هيك الدواء لما بطلع من من الباب الثلاجه قبل ما يستخدم المريض لازم احكي له انه يدفي. طبعا كيف يدفيه؟ ما يعمل له شيكينج، ما يصير الخضه، يدفيه بين ايديه
او بحطه على رجله وبيحركها بس تدفاي بسيطه، لانه اذا انا عملت له شيكينج وبسرعه صرت احرك فيه، الانسولين حكينا عباره عن بروتين فممكن يتكسر. مجرد ما المرض يفتح العلبة لازم يستخدمها خلال 30 يوم، يعني مش من لما اشتراها، بنحكي من لما تفتحها خلال 30 يوم لازم المريض يستخدمها. طب شو هم البليسز فور انجكشن؟ وين المرض بيقدر ياخذ الانسولين؟ ان ابر اوتر ارم بالذراع من برا، منطقة الابدومين وهي المنطقة الشائعة، البوتوكس والابر اوتر ثاي الفخذ من الخارج. طبعا دائما نحكي للمريض للمرضى انه حتى لما تاخذ الانسولين لازم تعمل روتيشن، تغير مكان الانجكشن سايت. بنشوف بهاي الرسمه هون بحكينا اذا مثلا كان بياخذ منطقه الابدومين، هاي منطقه مثلا اليوم اخذ هون واحد، طبعا لازم لما نعطي منطقه الابدومين نبتعد عن السره بمقدار 2 سنتي. اليوم الثاني بياخذ بهذا المكان مرقم 2 بعدين 3 بعدين 4. الهدف من هاي العملية أقلل من سايد إفكت اسمه اللايبودستروفي، رح نحكي عنه كمان شوي. إذا كان بياخذه بالثاي بنحكي له إنه هون يبدل هاي هون واحد كيف 2 3 4. طبعا لما بنحكي لشخص يعمل روتيشن يغير من مكان، ما بيروح بس إذا هو بيعطي بالبطن ما بيرجع ثاني يوم بيعطي بالفخذ، ما بيرجع ثالث يوم بيعطي بالآرم بالذراع، لأنه الأبزوربشن من مكان لمكان بيختلف. اوكي، فبالتالي تاثير الانسولين وكميه الامتصاص اللي بتصير له بتختلف، فممكن تاثيره يكون مختلف من يوم ليوم. احنا بنحكي له ثبت مكان واعمل له واعمل بهذا المكان روتيشن. طب زي ما حكينا انه هو بينعطى سب كيو، فاذا الشخص بده اذا مثلا بدي اعلم الشخص او انت كمرض بدك تعطيه، فهي بحكي لنا الانجكشن تكنيك، لازم تعمل بنش اب تكنيك از ريكويرد. كيف تعمل بنش؟ كيف تمسك الجلد وترفعه؟ بحكي pinch up your skin taking care to feel the top layers and not pull muscles. يعني بتسحب انت لما تعمل هاي البنش هون تسحب الطبقات العليا والمسلز العضلة من تحت ما تسحبها لفوق. inject straight into the skin fold or at an angle to avoid injection into the muscles. يعني بتعملها بشكل مباشر 90 بتفوتها، او ممكن مرات بعض الحالات زي الاوبيس نحكي لهم زاويه 45 عشان بس اوصل السبكيوتينيوس لاير، هي مكان بعض الانسولين بضمن اني ما اوصل العضله. طبعا بحكي للمريض قبل ما تاخذ الانسولين دائما اعمل تشيك اوف بلد جلوكوز، ولما تسحب نوعين من الانسولين، اذا كان مثلا بياخذ نوعين من الانسولين رابيد اكتنج وريجولر انسولين والان بي اتش، دائما اسحب الريجولر او الرابيد اكتنج انسولين فيرست. هلا ما راح نلاقي مريض بياخذ ريجولر ورابيد اكتنج سوا، يعني بتلاقيه مثلا بياخذ ريجولر مع الان بي اتش او ريجولر مع الجلارجين او الرابيد اكتنج مع الان بي اتش او الرابيد اكتنج مع الجلارجين. فمن اذا كان بياخذ الريجولر مع ان بي اتش بياخذ من نفس السرنجه، بحكي له دائما اسحب الريجولر بالاول او الرابيد اكتنج بالاول قبل الـ NBH. زي ما حكينا لما المريض بيطلع الدواء من الثلاجة أو أنت كمرض بيطلعها من الثلاجة، لازم نعمل roll vials between hands instead of shaking them to mix suspension. يعني شايفين كيف بنعمل؟ بنحركها، الهدف منها إني أدفيها، وثاني إشي إذا كان مع suspension زي الـ NBH المعلق هذا، ممكن مرات لما تحطه بالثلاجة الدواء يترسب من تحت، فأنا بدي أحركه كلياته مع بعض، فما بعمل له شيكينج بس بعمل له رول بين إيدي أو بحط العبوة على فخذتي وبحركها بإيدي رايح جاي بشكل بسيط. طبعا هل بنفع أستخدم أي سرنج؟ لا، في عندي اللي هن الكاليبريتد سرنج، هاي السرنج المحددة بستخدمها للأنسولين. هاي هو اللي كيف بكون عندي الكلاودي، كيف الانسولين بكون معكر او بكيف شيء بكون لونه ابيض، ما بكون كلير، ما بكون زي المي. طب شو الكوركت تكنيك فور انسولين ادمنستريشن؟ اول اشي لازم احكي للشخص يغسل ايديه. العبوه زي ما حكينا لما كانت بالثلاجه بنطلعها ونعملها وورم اب وشفنا كيف نعملها تدفي. بعد ما ادف فيها او السسبنشن اذا كان معلق حركته او عملنا له ميكسينج، بجيب
هاي زي قطعة أو شاشة وبحط عليها الكحول وبنظف السرنجة أو الفيلز العبوة من فوق. بعدين بجيب الكاليبريتد سرنج، هاي بالخطوة الثالثة. مثلا المريض بده يسحب أو بده يعمل إنجكشن لثلاثين وحدة من الإنسولين، بحكي شايفين كيف السهم لتحت، بسحب ثلاثين وحدة من الهواء. يعني إذا كأني بعبي السرنجة هواء ثلاثين وحدة بالمقدار اللي بدي إياه. بعدين بجيب السرنجة وبحطها بالفيلز وبنزل الهواء اللي سحبته جوه السرنجة. أوكي؟ هاي شايفين كيف نزلناها. الخطوة السادسة شو بعمل بعد ما حقلت الهواء جوا العبوة؟ بقلب الفيلز وبصير الدواء هو يطلع بالسرنجة بمقدار الهواء اللي فوتته. أوكي؟ هلا مش شرط إذا فوت 30 وحدة بالضبط يرجع يصير في عندي أو يرجع بالسرنج 30 وحدة من الأنسولين. فهم نشوفه بخطوة سبعة إنه ممكن أنت كمان تعدل الجرعة وتطلع كمان، يعني نفرض ما تعبت غير مثلاً لحد 20 وحدة، أنت بتسحب وبتعبيها ل 30 وحدة اللي بدك إياها. طب نفرض إنه الشخص أو سحب بالسرنج air bubbles هواء، شو بعمل؟ برجع الدواء للعبوة وبرجع من خطوة سبعة بسحب عدد الوحدات اللي بدي إياها وبطلع الإبرة من الفيروس من العبوة. بعدين بجيب قطن وبحط عليه كحول وبنظف المكان اللي عمل فيه إنجكشن وبستنى على الكحول ينشف بشكل كامل. بعدين شفنا كيف الإنجكشن تكنيك، إني بعمل بونش أب أوف ذا أبر لايرز للطبقات العليا وبحط إبرة السرنج وبحقن الدواء. الهدف إني بستنى إنه الكحول كله ينشف عشان بخاف إذا غذيت المريض يصير عنده زي وجع مكان ما غذيته، لأن الكحول ممكن يفوت له جوا. طب شو من الكومبليكيشن للأنسولين ثيرابي؟ ممكن الشخص يصير في عنده هايبوغلايسيميا، نقصان بتركيز السكر بالدم. إذا مثلا أخذ أنسولين وما أكل فممكن يقل السكر بالدم أقل من 50 ميلي جرام بيردل، وهنا الشخص ممكن يدخل بكوما أو كونفولجنز أو ممكن يصير في عنده دث. بالسبب إنه ممكن الشخص أخذ جرعة عالية من الأنسولين أو عمل إكسسيف فيزيكال إكسرسايز هو مش متعود عليها، أو إنه أخذ أنسولين وما أكل الوجبة. كمان من السايد افكت ممكن يصير في عندي ويت جين، الرجيك رياكشن، او سايد افكت بنسميه لايبو ديستروفي ات انجكشن سايت. اللايبو ديستروفي انه بكون في عندي اب نورمال ديستريبيوشن اوف فات ان ذا بدي، يعني بكون في عندي توزيع للفات مش طبيعي مكان ما اعطيت الدواء. يعني بنشوف هون مثلا صار عندي مكان ما اعطيته زي انه الفات كانها تحطمت او راحت. ممكن بعض الناس نلاقي تراكم للفات بهاي المنطقه. طب الهايبوغلايسيميا هو early symptoms أو الهايبوغلايسيميا هو نقصان بسكر الدم، وحكينا إنه أقل من 50 ميلي جرام بيردل. بالعادة هاي الأعراض أعراض الهايبوغلايسيميا ممكن الشخص يصير في عنده confusion, irritability, tremor and sweating. هاي الأول أعراض بتبدأ على الشخص. later symptoms include hypothermia and seizure، يعني ممكن تقل درجة حرارته ويصير في عنده seizures نوبات. إذا ما عالجتها ممكن الشخص يدخل بكوما and death can occur. طب كيف بعالجها؟ عن طريق الجلوكوز إليفياتينج دراج. ممكن أعطي أورال فورمز أوف كونسنتريتد جلوكوز، يعني سكر مركز بكون على شكل حبوب زي باكل تابلت أو سيمي سوليد جل. ممكن أعطي المريض 50% ديكستروز إن ووتر آي في، إذا كان بالمستشفى ممكن كمان أعطي الجلوكاجون. عشان هيك المرضى دائما نحكي لهم خلي اللي بياخذوا أنسولين خلي عينكم بالبيت باكل تابلت أوف جلوكوز أو سيمي سوليد جل. ممنوع اعطي الانسولين بحاله الدرج اليرجي، لانه في عندنا ناس بكون عندهم حساسيه من الانسولين والناس عندهم هايبو او الناس اللي بكونوا اصلا هايبو جلايسيميك. الدرج انتر اكشن، في عندي بعض الادويه ذات انتاجونايز ذا هايبو جلايسيميك افكت اوف انسولين. انتاجونايز يعني بتعاكس شغل الانسولين وبتعمل على زياده السكر بالدم، زي الثايزايد واللوبيديوريتيك، السيمباثوميتيك دراجز، الثايرويد هرمون والكورتيكوستيرويد. بالمقابل في عندي بعض الادويه بتزيد من الهايبوغلايسيميك افكت اوف انسولين، يعني بزياده بتقلل تركيز السكر بالدم، زي الكحول، الانابوليك ستيرويد، يعني بعض الهرمونات اللي هي انابوليك البنائيه جوا جسمي، بعض الادويه بنحكي عنها سلفادريج والساليسيليت زي الاسبرين.
حكينا لما حكينا عن البيتا بلاكرز، البيتا بلاكرز ماي ماسك ذا ساينز اند سيمبتومز اوف هايبوغلايسيميا، يعني ممكن الشخص صار عنده هايبوغلايسيميا وبياخذ بيتا بلاكرز ما تبين عليه اعراض الهايبوغلايسيميا زي التاكيكارديا والتريمور. حكينا العرض الوحيد اللي بضل على الشخص يبين عليه اذا بياخذ اذا صار عنده هايبوغلايسيميا هو السويتنج. هيك بنكون خلصنا عن الانسولين. هنحكي وحكينا بينعطوا هو سب كيو اي في بحالات الامرجنسي. لما نحكي عن مجموعه اللي هن الاورال انتي دايبيتيك ايجنت، ادويه بتنعطى عن طريق الفم. اول مجموعه اللي هن الانسولين سنسيتايزر. الانسولين سنسيتايزر امبروف تارجت سيل ريسبونس تو انسولين ويزاوت انكريزنج بنكرياتيك انسولين سيكريشن. من اسمها سنسيتايزر يعني هذا الادويه بتزيد الاستجابه للانسولين بس ما بتزيد افراز الانسولين من البنكرياس. نوعين او عيلتين هنا البيغونايد والثيا زوليدينوينز. البيغونايد اللي هم الميتفورمين والفينفورمين، لكن احنا اكثر شيء نعرفه عنه الميتفورمين. الجليتازون زي البيوجليتازون والروزي جليتازون. فاول مجموعه اللي هي بيغونايد والمثال عليها حكى الميتفورمين اللي احنا معروف عنا بحكوا عنه المساعد، لكن هو فعليا دواء بيخفض من تركيز السكر بالدم. يعتبر the first line drug في حالة الـ type 2 DM. بيشتغل عن طريق اللي بيقلل من الانسولين ريزيستنس وبيقلل من الهبة الجلوكوز output as fair. بيقلل من امتصاص الكربوهيدرات عن طريق الأمعاء، وبالنهاية هو بيزيد الانسولين ريسبتور sensitivity. بيسبب moderate weight loss، ممكن يسبب نقصان بالوزن بشكل مدرج بشكل بسيط، لكن ما بصير استخدم الميتفورمين كدواء للتنحيف. للاسف هذا بصير عندنا انهم بيستخدموا الميتفورمين كدواء للنحافه، ما بصير استخدمه للتنحيف. طبعا هو بيجي على شكل حبوب اورال. الكونترا انديكيشن ممنوع اعطيه بحاله الرينال ديزيز اذا كان عنده سيرم كرياتينين اكثر من 1.5 ملي جرام بيردل، اذا كان عندي اذا كان هو الكهوليزم عنده ميتابوليك اسيدوسيس او هيباتيك ديزيز او هارت فيلر. الادفيرس افكت، اهم سايد افكت او ذا برايمري افكت اوف ميتفورمين انه بياثر على الجي اي تراكت. ممكن الشخص اللي عنده ابدومينال بلوتينج، نوزيا، كرامبينج، دياريا وفيلينج اوف فولنس. طبعا بالعاده هذا الدواء بينعطى نص ساعه قبل الاكل، لكن اذا الشخص صار عنده جي اي سيمتومز بنحكي له خذه مع الاكل. كمان ممكن يسبب ميتاليك تيست اللي هو زي طعمه بالثم زي المعدن، وبقلل من الفيتامين بي او ممكن يسبب نقصان بالفيتامين بي 12. ممكن شخص عنده سايد افكت نحكي عنها اللاكتيك اسيدوسيس، هي رير نادره لكنها قاتله doesn't cause hypoglycemia. لازم نعرف ان الميتفورمين بقى بيسبب هايبو جلايسيميا. ثاني مجموعه اللي هي ثيا زوليدينوينز اللي هي الجليتازون زي الروزي جليتازون والبيوجليتازون. هذا كمان بيزيد من الانسولين سنسيتيفيتي بالليفر والاديبوس تيشو والسكيتال ماسلز. ممكن يسبب مودريت ويت جين، ايديما اند مايلد انيميا، ممكن يسبب هيباتيك توكسيسيتي. عشان هيك المرضى اللي اعطيهم هاي الجليتازون لازم اراقب لهم الاي ال تي ليفل اللي هن انزيمات الكبد، وخلال اعطاء الدواء كمان لازم اراقب شغل الكبد عن طريق انزيمات الكبد اللي هو الالانين ترانسفيرز. مر علينا البيوكيم الاي ال تي هو الاختصار الالانين ترانسفيرز. ثاني مجموعه اللي هن الانسولين سكريتاجوجز، من اسمهن هذول بيعملن او بحفزن على افراز الانسولين من البيتا سيلز اوف بنكرياس. عندي مجموعتين اللي هن السلفونيليوريا والجلينايدز. اول مجموعه سلفون اليوريا في عندي تو جينيريشن. الفيرست جينيريشن اللي هو تليبيوتامايد وما يعني مش موجود حاليا ولا يستخدم. السكند جينيريشن هن اللي حاليا اكثر شيء يستخدمين زي الجليبيزايد الجليمبيرايد والجلايبورايد. بيشتغل عن طريق انهم بحفز الانسولين سكريشن وكمان لهم تاثير على السنسيتيفيتي تو ذا انسولين، لكن هن مين اللي بيزيد افراز الانسولين. الانديكيشن لانه السلفونيليوريا بيزيد افراز الانسولين والميتفورمين بيزيد افراز الانسولين بيزيد الحساسيه اسفل الانسولين، فبهاي الحاله بعطي هذول الدويين مع بعض. يعني اذا بدي اعطي دويين مع بعض لازم يكون لهم ميكانيزم اوف اكشن مختلفه. الميتفورمين بيزيد من السنسيتيفيتي من الحساسيه للانسولين، السلفونيليوريا بيزيد من السكريشن اوف انسولين. فلان الميكانيزم اوف اكشن مختلفه بعطيهم
مع بعض. في إدارة الدوائيات لازم يكون كل واحد له الميكانيزم اوف اكشن مختلفة، وزي ما حكينا لو بنعطي مجرى عادي قبل نص ساعة من الأكل. الأدفيرس إفكت ممكن يسبب هايبوغلايسيميا، ويت جين، سكين راش، وممكن يسبب عندي بجاستريك فولنس أند هارت بيرن. ثاني مجموعة اللي هن الجلينايد، الريبا جلينايد والناتي جلينايد، ممكن بما أنه هدول الأدوية بزيد من إفراز الأنسولين ممكن أعطيهن مع الميتفورمين أو الثيا الثيا زولديني ديونز، لأنه هذول الدوائين الميكانيزم أوف أكشن إلهن بزيد من الحساسية للأنسولين. الجلينايد بزيد من إفراز الأنسولين، فالميكانيزم أوف أكشن مختلفة بعطيهن سوا. لكن هل بعطي الجلينايد مع السلفونيليوريا؟ لا، الميكانيزم أوف أكشن تبعهن إيش مالها متشابهة. فده زي ما برجع بعيد، بدي أعطي دوائين مع بعض، بدي أعطي اللي هن الدوائين الميكانيزم أوف أكشن إلهن مختلفة. هذول الأدوية ممكن يسبب من هايبوغلايسيميا، خاصة إذا أخذت أكل بعد الجرعة من هذول الأدوية، وممكن يسبب من ويت جين. ثالث مجموعة عندي دواء اسمه الألفا، أو مجموعة اسمها الألفا جلوكوسايديز إنهيبيتر. من اسمها إنه هاي الأدوية بتمنع إنزيم اسمه الألفا جلوكوسايديز، مثال عليها الأكربوز والميجليتول. هلا انا بجسمي لما باخذ وجبه بكون فيها الاوليغوساكرايد اللي هي السكريات المتعدده، بيشتغل عليها انزيم اسمه الالفا جلوكوسايديز، بيحطمها وبيحولها للمونوساكرايد اللي هي السكريات الاحاديه زي الجلوكوز. وبعدين هاي السكريات الاحاديه بده يصير لها ابزوربشن ويصير لها امتصاص. اوكي، هلا لما انا بعطي الالفا جلوكوسايديز انهيبيتر، هاي اختصارها اي جي اي، الفا جلوكوسايديز انهيبيترز، طبعا هذا الوان بيشتغلين بالسمول انتستين، والانزيم هذا موجود بالسمول انتستين بريش بوردر. لما بعطي انا راح امنع الالفا جلوكوسايديز انزيم، فراح امنع تكسير الاوليغوساكرايد للمونوساكرايد، فامتصاص هاي السكريات الاحاديه راح يكون قليل، وراح اقلل من ايش بنسميه البي بي اتش جي اللي هي بوست برانديال هايبرغلايسيميا. حكينا بوست برانديال يعني بعد الاكل، فانا بقلل من انه يصير عندي زياده بالسكر بعد الاكل، لاني بعمل ديلاي للابزوربشن، بعمل تاخير لامتصاص السكر من او بمنع تقليل امتصاص السكر للدم. فهاي المجموعه بتمنع الالفا جلوكوسايديز الالفا جلوكوسايديز اللي بيحطم الاوليغوساكرايد لمونوساكرايد، فلما بمنع هذا الانزيم بعمل ديلاي للابزوربشن، باجل امتصاص المونوساكرايد. طبعا هذول الادويه بما بيشتغل مع هذا الانزيم اللي بيشتغل وقت الاكل، فلازم يتاخذن مع الاكل، مع اول لقمه بتاكلها من الوجبه، وبالعاده بيستخدمن ان كومبينيشن، ما بيكونن لحالهم. مين اللي سايد افكت تبعونها؟ بكون جي اي، بسبب الفلاتولنس، دياريا، وابدومينال بين، بس ما بيسبب لا هايبوغلايسيميا ولا هايبر انسولينيميا او ويت جين. هلا في عندي مجموعة بنسميها النيو انتي دايبيتيك دراج، أدوية جديدة. أول مجموعة اللي هن الأميلين ميميتيك، زي دواء اسمه البراملينيتايد. من اسمه أميلين ميميتيك، يعني هاي الأدوية بتشبه هرمون موجود بجسمي اسمه الأميلين، وهاي المجموعة بتنعطى سبكيو. متى بلجأ لهاي المجموعة؟ When other drugs have not achieved adequate glucose control، يعني بكون استخدمت كل الأدوية اللي شرحناها قبل شوي والمريض ما استفاد، بلجأ لهاي المجموعة. طب الأميلين أصلاً بجسمي شو بيعمل؟ يعني أنا حكيت بجسمي فيه هرمون اسمه الأميلين، واخترعنا أدوية بتشتغل زي هذا الهرمون. الأميلين شو بيعمل بجسمي؟ أول إشي سبريس أبيتايت، بيضبط من يعني بيشتغل سنترالي على البرين على الدماغ، فبيعمل سبريس للأبيتايت، بيقلل من الشهية، فبيقلل الأورال انتيك أوف كربوهيدرات. كمان الأميلين سلو جاستريك إمبيتينج، فلما بعمل سلو للجاستريك إمبيتينج بقلل يعني من تفريغ المعدة للكربوهيدرات للأمعاء، فراح يقل عندي الكربوهيدرات ميتابوليزم والأبزوربشن، وراح يقل عندي البلازما جلوكوز. كمان هاي المجموعة انهبت جلوكاجون ريليز، لما بمنع الجلوكاجون ريليز من الكبد، فلما بقل الجلوكاجون بقل شغله على الكبد، فبقلل من البلازما جلوكوز. احنا حكينا الجلوكاجون اصلا شو بيعمل بجسمي؟ بزيد
تركيز السكر بالدم، لأنه بحطم الجلايكوجين بالكبد، فلما بيقل الجلوكاجون، الجلوكاجون ما راح يروح على الكبد وما راح يطلع عندي الجلوكوز. ثاني مجموعة من الأدوية الجديدة بنسميهم الإنكريتين ميميتك، زي الإكسينيتايد واللارجلوتايد. أنا بدي أكون تحفظ أول واحد هو الإكسينيتايد. هذول من اسمه الإنكريتين ميميتك، يعني بيشبه مجموعة من الهرمونات بجسمي اسمها الإنكريتين. طيب الإنكريتين مثال عليها إنزيم اسمه GLP-1 إنزيم، أوكي؟ فاخترعنا زي ما حكينا أدوية بتشتغل زي هذا الإنزيم. GLP-1 طبعا هو اختصار لإنزيم اسمه الجلوكاجون لايك بيبتايد 1. فزي ما حكينا احنا اخترعنا انزيم او دواء زي هذا الهرمون بجسمي. طب شو بيعمل هذا الهرمون؟ امبليفايز جلوكوز ديبندنت انسولين ريليز، يعني هذا الانزيم بيزيد، هون شايفين حاطين زائد، بيزيد من تكون البيتا سيلز اللي بتفرز الانسولين، وبتعمل انهيبيشن للالفا سيلز اللي شو بتفرز الجلوكاجون. فانا لما بحفز افراز البيتا سيلز بزيد امبليفاي، يعني بضاعف او بزيد من الجلوكوز ديبندنت انسولين ريليز، يعني بزيد من افراز الانسولين، وبالتالي راح ازيد من البلد او اقل من البلازما جلوكوز، وبعمل انهيبيشن لافراز الجلوكاجون اللي اصلا الجلوكاجون بزيد السكر بالدم، فانا بقلله فبيقل السكر بالدم. كمان هاي المجموعة بتعمل سبريس اوف ابيتايت، بتقلل من الشهية، وكمان بتقلل من الجاستريك امبيتنج. فنتيجة اعطاء هذا الدواء the weight gain and postprandial hyperglycemia are reduced، يعني الوزن بقل والpostprandial hyperglycemia بقل والHbA1c كمان بقل. والسايد افكت تبعونهم مين اللي هم GI، ممكن يسبب عندي نيوزيا، vomiting، دياريا and constipation. آخر مجموعة اسمها dipeptidyl peptidase 4، بنختصرها DPP4 inhibitors، يعني هاي الأدوية بتمنع إنزيم اسمه dipeptidyl peptidase 4. هذول الدوايين بنتهم بجليبتين زي سيتاجليبتين والفيلداجليبتين. طب إحنا قبل شوي حكينا إنه في عندي هرمون بجسمي اسمهم الإنكريتين زي الجلايكوجين لايك بيبتايد 1، وحكينا شو وظائفه بالجسم. هلا هاي الانكريتين اول مره او قبل شوي حكينا انه اخترعنا الادويه بتشتغل زيها. طب اصلا هاي هاي الهرمونات بجسمي بيصير لها بريك داون، بتتحطم عن طريق انزيم اسمه دايبيبتايدل بيبتايدز 4، بحولها لان اكتيف بيبتايد. فحكوا احنا بنصنع دواء بيعمل انهيبيشن لهذا الانزيم اللي هو اسمه دايبيبتايدل بيبتايدز 4. فلما بمنع انهيبيشن هاي الناقص، يعني بعمل انهيبيشن لهذا الانزيم، تركيز الانكريتين اللي موجود اصلا بجسمي راح يزيد، فبالتالي راح ازيد من تكون البيتا سيلز واقلل من الالفا، او اعمل انهيبيشن للالفا سيلز ويقل عندي الجلوكاجون. هذا بينعطى وانس دايلي ويذ اور اوت فود، مع الاكل او بدون الاكل. طبعا لازم نعرف انه هاي المجموعه بتنعطى اورالي عن طريق الفم، بالعاده هن ويل توليريتد، يعني سايد افكت تبعهم قليل، لكن ذا موست كومون اكثر سايد افكت بصير مع انه الشخص ممكن يصيبه هيدك صداع. والله يعطيكم العافيه.